هتنفع للمكان. احنا ممكن نعمل حاجة طبعا مش هتبقى بالضخام بالظبط، سيمبل كده في الوحدة نفسها بالظبط. برضو يعني لو حاجة مثلا كده يعني هتبقى في الحجم ده مثلا. وفي حاجات هنا برضو على فكرة، بص برضو حاجة زي كده مثلا مثلا ده هيبقى مناسب حجمه كويس والكلام ده. الحاجات النيكل كروم من الحاجات اللي بتدي طاقه ايجابيه جوه البيت. انا بروح ادفع رقم كبير في خلاط براند عشان احطه عندي، بشوفه بيبقى شكله جميل وبراق وحلو، لكن للاسف في كتير مننا بيبقى فيه سوء اختيار في الاكسسوار اللي جنب الخلاط. الاكسسوار اللي جنب الخلاط ما يقلش اهميه عن الخلاط نفسه. الخلاط بيأدي وظيفة ومطلوب ان هو يبقى عمره طويل، لكن الاكسسوارات اللي جنبيه مهمة قوي ان احنا نختارها كويس، نختارها تكون مش الحاجات الرخيصة اللي هتصدي بعد شوية وهتطوس بعد شوية. لازم نختار حاجة قيمة، حاجة تكون العمر بتاعها طويل، عشان ما يبقاش بعد شوية الخلاط لامع قوي وبراق، والصبانه اللي جنبه ولا الحامل بتاع ورق التويلت ولا الرف بتاع الشامبو يبقى مطوس ومصدي وحالته صعبه قوي. طيب بعد شويه انا لما هدخل هتلاقي المنظر ده مش عاجبني خالص، هضطر ان انا اشيل الصبانه بعد شويه وارميها، هتلاقي مكانها اخرام عشان اجيب واحده تانيه، هتلاقي الاخرام بتاعتها مختلفه عن الواحده الاولانيه، وطبعا هيبقى انا عملت لنفسي بدل ما اعمل لنفسي طاقه ايجابيه بالحاجات النيكل كروم الجميله اللي هي المفروض ان هي تديني، في ناس بتدي ضمان، شركات بتدي ضمان مدى الحياه على النيكل كروم، لا انا عملت لنفسي حاجه مزعجه عشان انا اخترت غلط. لو عايزين حاجه ساده عن كده نشوف حاجه تكون ساده. في حاجه زي كده بينزل منها الكرسي وما فيهاش الشلال زي ما حضرتك قلتي عليها، وبينزل فيها ممكن ناخد الواحد نظام اللي هو الميه بس، وممكن ناخد بقى الاثنين نظام اللي هو ميه وهواء مع بعض. ده 140 في 140 برضو؟ لا ده بينزل منه 135 وفي 140 في جزء ثاني شبيهي، في بانيو شبهه برضه. طب نشوف ال 140 احسن. ده 135 في 135 في 135. مكان بقى اللي بنستقبل فيه ضيوفنا، وممكن يبقى المطبخ مفتوح او في بقى حمام الضيوف والحاجات دي. طبعا دي بتبقى حاجه لازم تبقى ايه لاكجري شويه، فاللي هو تبقى يعني حاجه فخمه حاجه شيك، عشان دي اللي بنستقبل فيها الناس في العزومات المختلفه. فدي لو ده بيعتمد على مساحه المكان، لو المكان واسع نقدر نلعب في الالوان براحتنا وفي الخامات براحتنا، نقدر نحط كذا خامه من غير ما نحس ان احنا متضايقين من تكرار كذا حاجه. لو المكان ضيق وحطينا خامات كتير هنقفل المكان اكتر، هنبقى حاسين ان احنا قاعدين في مكان مش مريح. ممكن تبقى الحاجات كلها عجبانة لان احنا لما بننزل السوق ونتفرج على حاجات في حاجات كتير قوي بتعجبنا، بس مش كل حاجه نقدر نستخدمها، في حاجات نقدر نستخدمها وتبقى مريحه بالنسبه لنا، وفي حاجات ممكن تبقى عجبانا ونحطها تبقى هي دي سبب تعمل لنا اكتئاب، تحسسنا ان في حاجه غلط في البيت بس احنا مش عارفين ايه الغلط، وتبقى في حاجه احنا مش هنعرف نعرفها لوحدنا، هي بس هيبقى حاله نفسيه هتوصل لنا عشان احنا اخترنا غلط. وطبعا الواحد عشان يغير بعد كده ارضيه او يغير مطبخ او يغير حمام، ده طبعا بيبقى حاجه بتاخد وقت طويل جدا، لان موضوع التشطيب وكده بتبقى حاجه متعبه جدا وبتاخد وقت طويل، فالواحد عشان ياخد قرار بعد كده تاني بيبقى الموضوع صعب جدا او بيبقى طويل. ينزل كده عندي بس ممكن ينزل الكم بتاعه اللي هو فيه خاصيه التكييف الذاتي، لو انا عديت في الشتات ده ظريف. بعد ما بشغل التكييف الذاتي بعد ما بخلص الشهر بتاعي خالص يبتدي هو ينشف المايه اللي جوه التكييف الذاتي، يجي ينزل المايه كلها. انا شايف ان ده ظريف وفي قاعده وفي 8 شات وفي نظام الكرسي اللي حضرتك يعني ده 140 في 140 و8 او 18 او 18 او 20 او 24 خلينا في 18. موجود مين؟ موجود فيه الابيض وموجود فيه البرجامون لو حضرتك عايز البرجامون. والتسليم بيبقى على طول في خلال قد ايه؟ هو ده بس بيتعمله اوردر مخصوص في المصنع. بياخد وقت قد ايه؟ يعني حوالي 3 اسابيع مثلا. في 3 اسابيع يعني اعلاهم شهر لو وصل شهر يعني. بس اقصى حاجه ده اقصى حاجه شهر. طبعا بتراعونه في الخصم. الارضيات اساس من اساسيات الديكور. مظبوط. ازاي بتختلف من وحده لوحده ومن مكان لمكان؟ الارضيات عنصر اساسي من اساسيات الديكور،
من العناصر المهمة جدا، لأن هي اللي بتحتوي كل العناصر الديكورية والفرش، وليها علاقة قوية جدا بالديكور بشكل عام، وهي اللي فيها الووك واي وفيها المساحات اللي انت بتمشي عليها. بيختلف الأرضيات على حسب نوع استخدامها ما بين محلات، مكاتب، بيوت. كل أرضية من دول لها طبيعة معينة لازم أكون مطلع عليها كويس جدا وأنا بختارها. لو أنا العميل وأنا اللي بختار لنفسي، لازم أكون عندي قراءة ومعرفة بأنواع أرضيات اللي أنا هستخدمها. أول حاجة، الأرضيات مهمة جدا 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 في علاقتها بالديكور ما بين لونها وبين الخامة المستخدمة لها، فلازم أكون أنا عارف علاقة الديكور الأول والديكور والمدرسة التصميمية اللي أنا هشتغل عليها، وبعد كده أبتدي أختار الأرضيات. نرجع للوحدات، هل في أرضيات معينة بستخدمها في الوحدة الصغيرة وفي الوحدة الكبيرة، لو outdoors indoors؟ السؤال ده مهم جدا. اختيار الأرضيات ليه عامل كبير جدا ومهم جدا في شكل الديكور في الآخر، لأن أنا لو اخترت بلاطات كبيرة بورسلين في مساحة شقة 100 متر أو 70 متر أو استوديو، بتخلي الشكل مش حلو. كل ما يكون عنصر البلاطة ومقاسها متناسب مع مساحة الشقة مهم جدا. واختيار الخامة للمساحات والألوان برضو مهم جدا، لأن أنا لو اخترت ألوان غامقة جدا في مساحات صغيرة، حس إن الموضوع شوية غامق وشوية ضيق. يعني الوحدة صغيرة البلاطة تبقى صغيرة متناسبة. في فرق ما بين صغير وكبير، هو تكون متناسبة، وممكن يتعمل لها سكتش صغير ايه نوع البلاطة اللي أنا عجباني وهل تنفع ولا لا. وده مهم جدا ان انا اسأل في الموضوع دوت، هل تنفع المساحة البلاطة ديت ولا ما تنفعش. وفي نقطة مهمة جدا الناس ما بتاخدش بالها منها، ان كل البلاطة ما بتكبر الهادر بتاعها بيزيد، ولو الأرضية تمنها كبير أو سعر المتر كبير، فالهالك بتاعي لما بيزيد أنا التكلفة عندي بتزيد. فلما اختار مقاس مناسب بالنسبة وتناسب لمساحة الشقة أو عرض الريسبشن، بيوفر عليا في التكلفة وبيوفر عليا في الهادر. وده مهم جدا في الاختيار ما بين الأرضيات، وحتى في قطعيات الرخام لو أنا بختار، مهم جدا أن أنا أعمل نسب في اختيار قطعية الرخام بما يتناسب مع المساحة والتصميم وعلاقته بي. ولو أنا مش مستخدم مهندس ديكور أو مصمم ديكور، ممكن أسأل شركة من الشركات اللي أنا هتعامل معها وأديله المساحة، ويكون أخذ مقاساتي قبل كده بالضبط كده، وأقول له هل المساحة دي مناسبة ولا لا، وهتعمل نسبة هادر قد إيه. طيب بالنسبة للحمامات والمطبخ، الحمامات والمطبخ برضو بنستخدم فيها نفس النوعيات اللي احنا بنستخدمها في الأرضيات. ممكن تبقى رخام، ممكن تبقى خشب، ممكن تبقى خشب طبيعي، ممكن تبقى خشب صناعي. في انواع من HBL شبه الخشب والصناعي ينفع تستخدم كحوائط وارضيات، والسيراميك والبورسلين. وراجع برضو لرقم واحد، ذوق العميل، اللون اللي بيحبه، طريقة الزخرفة، لان في حمامات ومطابخ دلوقتي مش كلها بتتعمل سيراميك او بورسلين، ممكن جزء يبقى محارة، وول بيبر، دهانات، بورسلين، خشب، رخام. في معلومة مهمة جدا، اي حد هيستخدم البورسلين لازم يعمل محارة الاول ولازم يلزقه عشان مسام البورسلين ضيقة. ايوه بالظبط كده، وقدرة امتصاصها على المية ضعيفة جدا، فبالتالي لما بعملها بمونة ما بتمتصش المية بتاعت المونة، فما بتلزقش عليها، ولكن ليها مواد لاصقة بيها عشان ما تفتحش فيما بعد او تفك فيما بعد. ومن الجراءة برضو ان احنا نستخدم الخشب في الحمامات. في ناس كتيرة بتخاف تستخدم الخشب في الحمامات، ولكن في انواع خشبيات زي البامبو عندها قدرة حلوة جدا على انها تمتص المية وتنطر المية، فبالتالي بتنشف بسرعة. احنا نقدر نستخدم البامبو في ارضيات الحمامات وفي الحيطان بتاعته، كله راجع على حسب الذوق وعلى حسب التصميم وعلى حسب الاحتياج. الحمامات والمطابخ بتنقسم ارضيات وحوائط. ممكن اعمل ماتش ما بين ان انا استخدم نوع ارضية وحيطان شكلها مختلف، او الاثنين نوع واحد، راجع برضو للتصميم وللذوق. ونفس كل الانواع دي ما عدا الاخشاب الطبيعية، اللي هي الانواع اللي ما بتنفعش للحمامات والمطبخ ولازم اسال عليها. لكن في تجاليد HBL جديده، وفي تجاليد شبه الخشب نقدر نستخدمها، لان مفضل في الذوق بنسبه كبيره جدا، العالم كله بيفضل الخشبيات. طيب وفي حاله تركيب البلاطات الكبيره، اصعب تركيب هو تركيب البلاطات الكبيره، لازم استخدم ناس محترفه في تركيب البلاطات الكبيره. رقم واحد، هي ثمنها بيبقى كبير، فلو بلاطه واحده اتكسرت بتبقى انت كلفت رقم كبير في التكلفه دي. رقم اتنين، لازم اكون مجهز الحيطه كويس جدا، ولازم اكون ممحرها بطريقه كويسه جدا عشان لما احط الماده اللاصقه بتاعتها ما تعملش هواء تحتيها واركبها، ولازم اكون مراعي مقاساتها متناسقه مع مقاس التصميم اللي انا عايز اعمله ومقاس الحيطه عشان ما نهدرش منها. الهادر ده بيكلفنا كتير جدا واحنا مش واخدين بالنا،
فاحنا لازم نكون مراعينه قبل ما اشتري وقبل ما اركب. طيب حضرتك كمهندس لما بيجي لك عميل بتحب تنصحه بايه؟ ايه الارضيات اللي بتحب تستخدمها؟ ايه الارضيات اللي بتبعد عنها؟ اول حاجه انا لازم ادي معرفه للعميل بكل انواع الارضيات وفوائدها وعيوبها وايه المميزات اللي فيها في كل ارضيه. انا كاحمد بحب جدا انوع في تصميم الارضيات، ما بحبش ان انا استخدم المساحه كلها نوع واحد ارضيه، يعني الريسبشن انا افضل البورسلين او الرخام على حسب البادجت اللي محطوط، غرف النوم خشب طبيعي او باركيه لانه هو فعلا بيحسس الانسان بالراحه، الحمامات والمطابخ على حسب شكل التصميم وعلى حسب الاحتياج بيبقى بورسلين او سيراميك، وانا افضل السيراميك اكتر لان الزخارف بتاعته احسن وشكله احلى وسعره في متناول الايد وما بيحسسكش بالملل زي البورسلين. وده نفس الحاجه بالنسبه للحوائط. بالنسبه للحوائط هو الحمامات والمطبخ بينطبق عليها الحوائط لان الشكل اللي باين اكتر هو الحوائط، فكل ما احط وحدات زخرفيه من السيراميك بتحسسك بعدم الملل وده بيدي احساس بالمتعه اكتر.